النبي قال الحديث من كلمتين ونصف. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي في السنن: من صامت نجا. هو ده الحديث، الحديث الحديث من صامت نجا، ينجو من ايه؟ ينجو من اي شيء ومن كل شيء، ينجو من افات الدنيا وافات الدين او افات الاخره، ينجو من عذاب الدنيا ومن عذاب الاخره، من صامت نجا. في مره النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي ايضا: ان العبد لا يتكلم من كلمه من رضوان الله لا يلقي بها بالا يرفع بها درجه مثل الكلام الثاني، وان العبد لا يتكلم من كلمه من سخط الله لا يلقي بها بالا، مش دماغه ولا هتتكتب او حتى هيفكرها، يهوي بها في جهنم 70 خليل.